كلياتنا منحلم، منحلم نغير الواقع للأحسن، بس الحقيقة إنه نحن نوعين. النوع الأول بيحلم وبيبدأ يرسم أهدافه وبيتعب وما بيستسلم حتى يوصل لحلمه. أما النوع الثاني فهو بيحلم، بيحلم وبس، بيحلم وبس. أنا وضعي مثل كتير شباب انفرض عليهم السفر، بس لسه عنا حلم انه منحسن نغير الواقع. وحتى نغير لازم نتغير، والدليل بالقرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حلمي اليوم بسيط، هو محاولة لنشر الود والمحبة بين البشر من دون قتل ومن دون سلاح، بالحب وبالدعاء. تهادوا الحب غيبا بالدعاء، وعلى نية الفرج بدأت أول حلقة ببرنامجي فكرة شباب إهداء لبلدي، لأنه سوريا كريمة وهي علمتنا إنه مهما كانت مجروحة رح تبقى عم تنشر المحبة بين البشر. اجتمعنا وبعنا أكثر من 2000 سندويشة، بس هالمرة كان السعر غير. دعاء لأهل سوريا، دعاء لأهل سوريا. لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، ليقاس العمر بأيام أم أعوام. فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال: رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال: رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. آثارنا.
هذا أنا وهي فكرتي. صار دورك أنت، حاول عمل شي، حاول ما يكون حلمك مجرد حلم وبس. يمكن بفكرة بسيطة تحسن تغير ناس كتير. حاول دايما تحيي الإنسانية يلي فيك، الإنسانية يلي زرعها فينا ربنا من لما خلقنا، قبل ما نكبر وقبل ما نتغير وقبل ما تشوهنا الحياة. يعني بالمختصر، حاول تكون إنسان، إنسان بيملك الإنسانية. تهادوا الحب غيبا بالدعاء. ما أجمل أن تحيا عمرا غالٍ وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. أسماؤنا نمضي وتبقى.